أعلن حزب الله اللبناني أنه فجر عبوتين لاسفتين في قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة مارون الراس في جنوب لبنان مع تجدد الاشتباكات في هذه المنطقة الحدودية. وصرح الحزب في بيان بأن تفجير العبوتين جاء أثناء محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس في جنوب لبنان. أعلن حزب الله عن قصف مدينة طبرية في شمال إسرائيل بالصواريخ غدا سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ولجنوب لبنان وشرقه ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.